مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. انتشار كبير لحمى الضنك والملاريا في عدن والمحافظات المجاوره. عودة وباء الكوليرا يخيف المواطنين وحالة وفاة عدة. رغم حملات المكافحة، المخدرات ما زالت تهرب إلى المكلا. الكثيب الأبيض إحدى المناطق السياحية المهمة بأبين. منعر بالمهرة، غياب الخدمات ومحاصيل النخيل تتلفها الأمراض. في حجة، حصن تاريخي بكل آثاره يتعرض للاندثار والإهمال. ألقات الرداي سلعة تباع بالغالي وتصدر لدول أخرى. البيوت المحمية لحماية المزروعات في إب. انتشرت في الأسابيع الماضية وبشكل كبير حمى الضنك والملاريا في عدن ومدن أخرى، بما يناشد المواطنون الجهات المسؤولة عمل الإجراءات اللازمة لمكافحة الانتشار. سخونة ودوار وغثيان وتكسير في الجسم، أعراض شائعة لحمى الضنك والملاريا التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير في مختلف المحافظات، ما لزم اتخاذ خطوات جدية للوقاية من هذه الأمراض. مرض حمى الضنك المنتشر في مناطق في عدن والمناطق المحادية خصوصا في لحم وأبين. الالتهاب الحمي الحاد هذا هو عبارة عن التهاب سببه البعوض الناقل للفيروس، والالتهاب الناقل والالتهاب الحمي الحاد هذا يصاب فيه الأشخاص المتعرضين للمناطق الموبوءة بالبعوض، ويصادف هذا المرض التهاب حمي حاد مع آلام شديدة في عظام الرأس والعظام العمود، ونحن نسميه بتكسير العظم، ونوبات الحرارة العالية والرعشة. جهود في محاولة مواجهة انتشار حمى الضنك تبدأ بعمل توعية بشأن مسبباتها والابتعاد عن الأماكن المياه الراكدة والخزانات، كما يجب أن تكون شاملة لحملات رش، ومن ثم مرحلة العلاج والتي يقرر البدء فيها في مدينة عدن ومنها إلى بقية المحافظات. ستقوم وزارة الصحة العامة والسكان بعمل حملات توعية في الإعلام، في التلفزيون، في الإذاعة، في وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق المساجد، عن طريق الجامعات، عن طريق التربية والتعليم. ونريد من المواطنين نساعد وزارة الصحة العامة والسكان باتباع هذه التوعية الصحية والبروشورات التي تنشرها وزارة الصحة العامة والسكان للحد من انتشار حمى الضنك والملاريا وغيرها من الوباء التي تعصف بلادنا هنا. فالوقاية هي الإبادة للبعوض والمستنقعات والحملات التوعية في التي يقوم بها كل الجهات الصحية الموجودة في بلدنا والاهتمام فيها، بالإضافة لمكافحة البعوض والمستنقعات، بالإضافة إلى بدء عمل عوازل في البيوت، مثلا بالنسبة للأطفال عمل ناموسية، وبالنسبة للكبار نفس الحكاية، عدم احتكاك الجسم بالبعوض بشكل مباشر. النظافة وتغطية الخزانات والابتعاد عن المياه الراكدة إحدى سبل الوقاية من المرض الذي بات يفتك بالجميع وينتشر بين الناس وفي عموم محافظات اليمن، والتي بات يشكو من مداهمتها معظم المواطنين. إعراض اللي كان يشربها هنا في الحلقة اللي هو زي التهابات وحمى وشوية على طرش، وأسحبت على طول طوالي وقالوا عندي حمى الضنك. يجيب لك خمول وفقدان للسوائل وتراش وضيق بهذا الشكل، يعني نروح نحن نسعفه إلى المستشفيات فيعطوله سوائل مغذيات
نحن عندما نشعر بهذه الأشياء الظواهر متوفرة في داخل المريض بسرعة نسعفه، ما نتأخرش، لأنه لازم من سوائل. وبعضهم يقول لك شرب حومر ومندري إيش، يعني من هذه الشغلات، لكن السوائل هي المهم. إنه الصفائح كانت نازلة، كانت حمى شديد، وفجأة هكذا يعني تحسنت الحال من الأفضل إلى الأفضل. هنا هناك كنا بحالة ما يعلم بالله، الصفائح صح أنها ارتفعت شوية شوية، كانت قبلي رعشة وبردة، وألا الآن بالرأس شوية كذا كان، إنما الآن الحمد لله يعني على ما كنت عليه أول، والآن يعني فرق كبير. يعطي الصحة، الصحة كنز يا بنتي، يا بنتي الصحة، الصحة كنز. بس نحن لما نكون أصحاء نهمل نفوسنا. أقسام الطوارئ ممتلئة فيما يتوافد بشكل يومي المرضى، ما يوجب التدخل السريع لإيقاف انتشار حمى الضنك التي باتت تهدد الجميع، وخاصة في ظل الإهمال المتزايد في قطاعي الصحة والبيئة. مع بدء موسم الأمطار لهذا العام وتراكم المخلفات، تشهد معظم المدن اليمنية حالة انتشار لوباء الكوليرا، ويتسبب بوفاة العديد من الأشخاص، غالبيتهم من الأطفال. تتعانق السحب في سماء اليمن لتعلن عن بدء موسم الأمطار لهذا العام، والذي أشرق بألم وباء الكوليرا وحمل مخاوف لدى المواطنين من تفشي المرض بشكل كبير، خصوصا بعد وفاة العشرات من المواطنين أنهك المرض أجسادهم، والذي بات يعيش آلامه المئات من الأشخاص منذ مطلع العام الجاري. موجة جديدة تضرب محافظة تعز من الإسهالات المائية الحادة والكوليرا. هذا العام يختلف عن العام الماضي بكثرة عدد الحالات نتيجة لما تمر به المحافظة من شحة في المياه وتصدع المعززات الصحية التي تدعم قطاع الصحة من صندوق نظافة ومؤسسات المياه والصرف الصحي، إذ وصل عدد الحالات حتى اليوم 3781 حالة، منها 198 حالة مؤكدة بالتزريع في المختبر المركزي، كما بلغ عدد حالات الوفيات 10 حالات. تتصدر مديرية التعزية المديريات في عدد الحالات، إذ بلغ عدد الحالات في هذه المديرية 888 حالة، فيما تحتل المواسط أقل المديريات إصابة بحالتين فقط. تكدس المخلفات ونقص التغذية هو الخطر الأكبر للعديد من الأطفال وكبار السن، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الذي بات يتجول في أحياء مدينة تعز وغيرها من المدن. الكوليرا يزداد في قدوم الصيف، للأسف الشديد الوضع الصحي والبيئي للمدينة هذه السنة يعني سوف يكون عامل مساعد لانتشار الكوليرا بشكل أكبر من كل سنة. طبعا السبب المباشر انتشار القمامة، يؤدي إلى انتشار الذباب والحشرات الأخرى. الذباب يلعب دور كبير في كدور كعامل ناقل للكوليرا. وجود الأطعمة المكشوفة بالشوارع وتناول الأطفال عامل آخر يؤدي إلى انتشار المرض. والكارثة الأساسية أن المدينة غير مهيئة صحيا ومستشفياتها شبه معطلة. وطبعا نحذر وندعو الجهات المسؤولة يعني لأخذ الاحتياطات اللازمة. وباء الكوليرا مرض يسبب إسهالا حادا، يمكن أن يفتك بالشخص المصاب بخلال ساعات إذا لم يتلقى العلاج اللازم، الذي تفتقر إليه العديد من مستشفيات مدينة تعز. الإمكانيات التي تتوفر في المحافظة لمواجهة هذه الموجة الشرسة من الإسهالات المائية والكوليرا لا ترقى إلى مستوى الكارثة. لدينا عشم ونأمل بأن شركائنا من شركاء التنمية الصحية من المنظمات الدولية والمحلية أن يمدوا يد العون في فتح مراكز جديدة للمعالجة وزوايا إرواء لمواجهة هذا الوباء المستشري والشرس في اللحظات الحالية. مرض الكوليرا منتشر أصلا بسبب
القمامة المتراكمة سواء كانت على أرصفة الشوارع أو كانت بالسوائل وذا، لذلك أدت إلى انتشار البعوض بشكل كبير مما أدى إلى تنقل المرض بشكل أكبر. تزايد حالات الكوليرا بشكل كبير في أحياء مدينة تعز هو ما يزيد المخاوف لدى السكان من تفشي المرض الذي قد افتك بأرواح العديد بسبب نقص الإمكانيات وتجاهل الجهات المختصة. رغم محاولات الجهات المعنية تنفيذ حملات للمكافحة يستمر تهريب المخدرات إلى مدينة المكلا، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرا من القبض على العديد من الأشخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش. تستمر الجهود الأمنية في وادي حضرموت في متابعة وملاحقة مهربي المخدرات عن كثب، وما بين يوم وآخر تتمكن السلطات الأمنية من القبض على متهمين جدد ومن ضبط كميات كبيرة من تلك المخدرات. 9 كيلو من الحشيش هو ما تم ضبطه مؤخرا وهي في طريقها من شبوة إلى المكلا. قام الأبطال بكشف مروج مخدرات يحمل حوالي 9 كيلو جرام من المخدرات، كان هؤلاء الأبطال رفضوا كل المغريات وقاموا بضبطه وتقديمه لإدارة مكافحة المخدرات. وأنا هنا أوجه الشكر لهؤلاء الأبطال على هذا العمل الجبار اللي قاموا به في ضبط هؤلاء المجرمين. تم تعقب أحد البيوت ومتابعتها ومراقبتها قبل تحرياتنا وأخذ إذن النيابة، تم مداهمة البيت ووجد مجموعة من الأشخاص يروم التعاطي وشرب الخمر، وأيضا وجد بحوزتهم عدد أكثر من 300 حبة مخدرة، والحمد لله القضية في إطار استكمالها وتحويلها للنيابة. قناة السعيدة وفي لقائها ببعض المسؤولين الأمنيين توصلت إلى أن هناك حزم ومتابعة أمنية دقيقة لمراقبة ومتابعة المهربين، وأن أكثر من 50 متهما صاروا في قبضة الأمن وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. طبعا نحن في حضرموت لدينا جهاز راقي في مكافحة المخدرات، لدينا إدارة مهمة وكوادر جيدة قاموا بعمل جبار وجهد على مدى سنوات في ضبط الكثير من المجرمين في مثل هذه الجرائم. في خلال عام 2018 إلى بداية عام 2019 لدينا ما يقارب أكثر من 50 متهم في السجن المركزي يتم حجزهم على ذمة قضايا مخدرات، كما تم ضبط في خلال عام 2018 حوالي 16 كيلو من الحشيش المخدر زائد 14700 حبة من الحبوب المخدرة المحرمة. هذا الجهد تشكر على إدارة مكافحة المخدرات. ظاهرة التفشي وانتشار المخدرات هي ظاهرة تعتبر دولية مش مقتصرة على حضرموت أو الوطن عموما، مشكلة تعاني كل الدول منها، ومعلوم أسباب كثيرة، الأوضاع السياسية، أيضا المشاكل الأسرية، أيضا قد يكون الطفرة المالية في فترة معينة، رفض السوق، عوامل كثيرة متعددة في تفشي هذه الظاهرة، لكن ألخص أن هذه مشكلة دولية وكل الدول تعاني. تهريب المخدرات واحدة من الظواهر السلبية التي تتفاقم مؤخرا في البلاد في ظل الأوضاع التي تمر بها، ولكن تعامل السلطات الأمنية وبحزم في وادي حضرموت تحديدا مع المهربين سيعمل على محاربة الظاهرة بشكل كبير طبقا للقيادات الأمنية والمعنيين بالوادي والمحافظة بشكل عام. الكثيب الأبيض هي إحدى أهم المناطق السياحية والأثرية في محافظة أبين، وهي عبارة عن تل وجبل رملي أبيض من الصخور يوجد بها العديد من الآثار، وذكره العالم الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب. تعتبر منطقة الدرجاج في محافظة أبين واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية، وذلك لوجود جبل من الصخور فيها يسمى بجبل صارور،
وهذا الجبل تدور حوله العديد من القصص والروايات الغريبة والعجيبة. نحن اليوم نقف على كثيب بيرامس كما سماه الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب، وهو عبارة عن ثل رملي كبير يطل مباشرة على جبل سرر الذي يقع جهة الشرق من منطقة الدرقاق محافظة أبين. وقد ورد ذكر هذا الثل الرملي باسم الكثيب الأبيض في كثير من الكتب، منها كتاب مرآة الجنان الذي وصفه بأنه ثل فيه كثيرا من قبور الصالحين، حيث وصفه الجندي بأنه واحد من 4 مواقع مباركة في اليمن، هي في الجند وفي نجران وفي زبيد، والموقع الرابع هو هذا الكثيب الأبيض الذي نحن اليوم بصدده. آثار عديدة تحضر في المكان، بل روايات وقصص تتعلق بالمكان والمكان الذي يطلق عليه بالكثيب، ويقع في الجهة الشمالية من مدينة زنجبار، وهو المكان الذي ذكره العالم الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب. وهناك تأكيدة على احتفاظ المكان بشكله منذ مئات السنين. هو عبارة عن تل رملي كبير كما قلنا يشرف على جبل سرر الذي به العديد من الآثار، أهمها وأبرزها مواقع لآثار أقدام رجل يقال بأنه علي بن أبي طالب في بعض روايات الأهالي، وآثار أقدام خيل مغروسة بالأرض وكأنها طبعت على الطين الممزوج بالماء، كذلك مواضع السجود 7 موجودة أيضا في سفح الجبل في أسفل الجبل سوف يتم النزول إليها، كذلك الكثيب هذا عبر المراحل التاريخية السابقة كانت له زيارتان في السنة، كان يزار في 27 من شهر رجب و 15 من شعبان، كانت تقام فيه على سفحه الذين واقفين نحن الآن عليه جلسات وحلقات الذكر يلتقي فيها الكثير من علماء الدين في يوم 27 من شهر رجب، ويتلون فيها القرآن ويتبادلون النصائح والأحاديث الدينية، ويحضر إلى هذا المكان في تلك الأيام التي ذكرناها الكثير من أهالي منطقة الدرقاق والقرى المحيطة بها والمناطق القريبة منها. هذه حجر زنوان التي كانت لها أسطورة عجيبة، فعندما يدخل الرجل الذي ليس منسوبا إلى أبيه تمسك هذه الحجر فلا ينفك منها حتى يتم إطلاق النار، وهناك سجدة تدل على موضع سجود أحد الرجال الصالحين من الزمن القديم، وهناك أثر للخيل وأثر للرمح وأثر قدم، وهنا أثر قبور منبوشة. المكان الأثري والسياح الهام هذا يتعرض للإهمال اليوم ويكاد يكون مهجورا ولا اهتمام يذكر من قبل السلطات به. كان في أسفل الكثيب هنا الكثير من أشجار السمر، وهي موجودة بعضها إلى الآن، تنصب فوقها بعض الطرابيل والخيم فتكون بمثابة سكن للقادمين من المناطق البعيدة. كان فيما مضى خط دخول للسيارات إلى داخل الكثيب، لكن الآن بفعل عوامل السعرية انقرض هذا الخط، فلا تكاد تمر إلا بالرجل أو بالجمال أو الحمير. أما فيما سبق فقد كانت السيارات والعربات والجواري تدخل إلى داخل محملة بالآتينة من المحافظات والأماكن البعيدة. نحن نرجو من كل الجهات المعنية والمختصة بهذه الأمور أن تهتم بالآثار وأن تعلي من مستوى هذه الآثار المندثرة تحت أكام الظلمات وغيها الوضع الراهن. نحن بصفتنا موجهين في الآثار نرجو من كل الجهات المعنية والجهات المختصة أن تسمع نداءنا وتستجبنا بسرعة. تظل منطقة الدرجاج واحدة من المناطق السياحية التي تتمتع بها محافظة أبين بل واليمن بشكل عام، والاهتمام بها وإنقاذها من الإهمال أمرا سيحافظ على تاريخ اليمن واليمنيين. وجد الكثير من الناس في جمع القوارير البلاستيكية الفارغة وبيعها مهنة، يحاولون من خلالها توفير أبسط مقومات الحياة رغم دخلها المحدود.
عندما يقرر الإنسان أن يعيش فهذا يعني أن لا مستحيل يقف أمامه مهما كانت صعوبة الأوضاع وقسوة الظروف التي يمر بها. أفكار مهنية لم تكن تخطر على بال أحد، وأعمال أصبحت مصدر رزق للكثيرين ممن استبدلوا أعمالهم. جميع هؤلاء اتخذوا من الأمل قاربا للنجاة من بحر اليأس. مهنة جمع القوارير الفارغة أشعرتنا بالألم بعد أن استمعنا إلى هذا الوالد الذي يعمل بجمعها ثم بيعها لأصحاب الشأن وبأرخص الأسعار. لم نكن ندرك صعوبة ما يقوم به. في المقابل هناك من يبيع هذه القوارير مع فارق أنها مثلجة، فتصبح مهنة بيع المياه والمشروبات الغازية وغيرها على أرصفة الطريق متاحة للجميع. هو صار مفلس من أول. أيوة. أناس كثر يفضلون شراء هذه المياه من الباعة المتجولين أو ممن يأخذون أرصفة الشوارع مقرا لهم لمساعدتهم على الكسب الطيب الحلال. اشتري ماء، زبيب، شعير، أنهم طالبين الله على أسر، طالبين الله على يشقي بالشارع، يعني معه مدخل ثاني. يعني يبيع عصائر، يبيع الغاء. السعر هو نفس السعر حق البقالة. نفس السعر. بس انتو تشتروه هنا مساعدة لهم. ضروري قوية، مار نشجعان. تآلف الناس يظل في استشعارهم لمعاناة بعضهم. خطوتهم هذه تؤكد أن الطيبة في القلوب تسكن أرواح من ينشدون السلام والرزق الحلال بمختلف الظروف. نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. منعر بالمهرة، غياب الخدمات ومحاصيل النخيل تتلفها الأمراض. في حجة حصن تاريخي بكل آثار يتعرض للاندثار والإهمال. أهلا بكم. تعتبر مديرية منعر إحدى المديريات الصحراوية بمحافظة المهرة، وتبعد عن عاصمة المحافظة الغضة 3.5 ساعات عبر طريق جبلي غير معبد. تشتهر بزراعة النخيل، لكن المزارعين يعانون من تلف المحاصيل بسبب مرض يسمى الدوباس. نتابع. تعتبر مديرية منعر في محافظة المهرة إحدى المديريات الصحراوية والتي تبعد عن مركز المحافظة بمسافة 3 ساعات تقريبا، والأهالي في هذه المديرية يواجهون صعوبات كبيرة في الطريق ويشكون غياب الخدمات. كل شيء ناقص عندنا، عندنا الطرق ناقصة، عندنا الماء مش متوفر، عندنا الكهرب مش متوفر، عندنا كل شيء ناقص علينا، والمديرية منعر كل شيء عليها ناقص، ماشي اهتمام معها من المسؤولين ومن المواطنين ما حد اهتم بها. تشتهر المنعر بزراعة النخيل، لكن المزارعين يقولون إن هذه الزراعة مستهدفة من قبل مرض الدوباس الذي يصيب المحصول، إضافة إلى عوائق كثيرة. الوضع الصحي والكهرباء من ضمن الخدمات التي لم تصل إليهم بعد، أسوة ببقية المديريات. جاءنا المولد من قبل 12 سنة وجلس له يمكن أكثر من 3 سنوات وهو على الأرض، وبعدين جابوا له المبنى وبنوا عليه المبنى وجابوا لنا الشبكة، وجاء مركزي بنزول المهندس للمقاول، واكتمل تقريبا بعض المحلات كاملة، ولما يوصل له جزء من شو اسمه هذا من تكميل المشروع المديرية راح وما عاد رجع علينا، والآن تأثر هذا المشروع لمدة 7 سنوات 8 سنوات لما حد ينظر إلى عنده أبدا، والآن طالب السلطة المحلية والحكومة بنزولهم لهذا المشروع، لأن كل المشاريع مكتملة في كل مكان إلا المكان هذا. نحن كفي منطقة محرومة من المشاريع، فيها بعض المشاريع القليلة وأكثرها متعثرة،
من تعليم من صحة. بداية الحمد لله تعليم الآن ما شاء الله بداية صحة وبداية خير، ولكن لازلنا حتى الآن الاتصالات المحلية الأرضية مقطوعة عنا. الجميع هنا وجه رسالته للمعنيين في السلطة المحلية والمعنيين في التفاعل مع وضعهم هذا وإيجاد الحلول لبعض تلك الهموم. يترصد وباء فتاك جميع سكان عزلة التربة في الشمايتين بتعز، الذي يأتي من عيون ماء وأبار مياه ليست بالعميقة، ويصل عمق البئر إلى 3 أمتار بوادي عبل، والتي يختلط مياهها بنهر كبير من المجاري ويصب في واد آخر. التفاصيل في هذا التقرير. التربة أحدى عزل مديرية الشمايتين في محافظة تعز، مدينة أنجبت العلماء والمثقفين والكتاب واحتوت النازحين والمتضررين من الحرب. تحتضن في أفيائها أكبر تجمع سكاني من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، ورغم هذا لم تمنعها كل هذه الميزات من ترصد الموت القادم لمختلف قراها بتنوع سكانها. نحن أبناء هذه المنطقة بدار الشرف والتربة والقحفة وعبول والمساجد نعاني من شحة وجود المياه، من مجعل أهل هذه المنطقة يبحثون عن الماء في كل مكان، ومن ضمن هذه الأماكن منطقة الأبيار في وادي عبول التي أصبحت الآن غير صالحة للاستخدام نظرا لوجود الكثافة السكانية المتواجدة داخل البلاد. وديان كثيرة تحتوي عيونا وآبارا للماء ليست بالعميقة، حيث لا يتجاوز عمق البئر الواحد 3 أمتار فقط، يستفيد الساكنون منه عن طريق المضخة المخصصة لذلك. ومع هذا تختلط في نفس الوادي مياه المجاري لتصب في وادي عبل دون وجود فواصل وحماية لآبار وعيون مياه هذه المنطقة. نشرب من هذا الأوساخ، شوفوا البئر كيفي إنه تخلط الأوساخ والمصبنات وأي شيء لو استوى نحن نشرب من كارثة إنه أمراض الناس من الأوساخ هذا. نحن المجاري لما كثر السكان طلوا أهل الوادي إذا نسكنونا والعالم هذا سكنوا من التربة نازل بلوا القحاف سكان إنسان المجاري الأبيار يعني معاه صرف المجاري وفتحت الوادي سكنوا بالقحاف هذا وصاروا تبقى تنزل لوسط الأبيار فهي تختلط بالماء. آبار عمرها أكثر من 150 عاما يعتمد عليها أغلب سكان القرى في التربة، وفوق هذا لم تسلم الأراضي المجاورة للآبار من بيعها من قبل بعض المتسلطين، مما يشكل عبئا إضافيا على الناس. نحن نشرب من هذا الماء، نصبر منه، نعمل كل حاجة، هو المصدر الوحيد نشرب منه. يعني هذا كله الآن هذه البيوت نزل المجاري كله للبير، المجاري كله حق البيوت هذا ننزلوا لهذا الطريق وعير ما يسكوش التلح مريكزعوا أحيانا فلوتوا أحيانا يمشوا كيف نعمال المجاري حقهم كرر لبسط البير نشرب منه ونغسل منه ونعمل اسمه أكل منه. نطالب الجهات المعنية بالمجلس المحلي وبالمحافظة بنظرة لأهل هذه المنطقة وعمل حلول جذرية وبأسرع وقت من عدم صب المجاري لمصدر المياه نيش الوحيد اللي يغذي أغلب المنطقة بالمياه. دعوة عامة للمجالس المحلية وجهات الاختصاص في المنطقة لسرعة العمل لإيجاد حلول لهذه الكارثة الإنسانية وقت لا ينفع الندم. يعد حصن يفوز من الحصون التاريخية في اليمن، وكان مركزا للدولة الطاهرية، فيه تعلم الناس القرآن وأصول الفقه، ثم اتخذه الأتراك مركزا لهم، وفيه العديد من المباني الأثرية والقديمة وبرك المياه. نتابع. كل شيء في اليمن تقريبا يأخذ نصيبه اليوم من الإهمال والعجز والدمار، من التعليم إلى الصحة إلى الخدمات العامة، وليس ذلك فقط،
بل التاريخ والتراث والحضارة صار ضمن هذه المعادلة المشلولة. فالحصون والقلع التاريخية تتعرض للإهمال المستمر، ما جعلها عرضة للدمار والانهيار، كما هو الحال في هذا الحصن، حصن يفوز التاريخي بقفل شمر بمحافظة عجة، حيث يتعرض الحصن للانهيار والدمار. الدولة التي بنت هذه المدرسة هي مقرها في ثلا، في ثلا غرب عمران وكوكبان غرب صنعاء، لكن ثلا هي الحصن المنيع والقيادة للإمام محمد المطهر. فهذا الواجب علينا أن نظهر هذه الدولة ومكانتها. المغارة يقوم تصويرها الآن كبار السن يقولوا لنا أنها كان إذا دخلتها تجد سبع أبواب، تدخل من باب الثاني والثالث حتى تجد باب السابع ويخرج إلى شرق، يعني كتقول مثلا تقول ممر سري، ممر سري للقلعة. وهذا المكان الذي نحن فيه الآن هنا توجد بوابة السلام، لأنها مطلة إلى شرق وغرب وتسمى ببوابة السلام. كان هذا الحصن وفق المعلومات التاريخية مركزا للعلم وتعلم الفقه وتحفيظ القرآن الكريم، وفي عهد الأتراك تحول إلى مركز عسكري وهو يطل على البحر الأحمر وتهامة. يعتبر قلعة حصينة فيها معلم ومعلم تاريخي كبير سكنه الأتراك منذ يعني مئات السنين، والآن يعتبر يعني قلعة سياحية، لكن يعني الجهات المعنية غير مهتمة بهذا المعلم التاريخي. حصن يفوز التاريخي حصن تاريخي مهم منذ بداية الدولة العثمانية في اليمن، حيث نحن الآن في المكان الرئيسي للحصن، حيث يوجد المكتب الرئيسي لقائد الدولة العثمانية وكذلك الجامع على يساري، وهناك بعض المسمى بالخنادق التي كانت تستخدم لخزن المؤن والأغذية، حيث أن هذا المكان يسمى أيضا بالميدان، أي واسمه يدل على أنه كان الميدان للاجتماعات المهمة العسكرية المهمة. في الحصن كهوف وأبواب تاريخية ومخازن للحبوب والأسلحة، جميعها صممت بتصاميم هندسية جميلة، والحصن من الحصون التاريخية التي ذكرت في كتب التاريخ وفي ذاكرة اليمن التاريخية، ولكن الإهمال سيقوده إلى الهلاك والانتهاء. قلعة يفوز التاريخية الذي تذكر في جميع الملاحم التاريخية، إذا رجعنا لكتب التاريخ القديمة توجدها مذكورة فيها، حتى في قبل أكثر من 12 عام بعض السواح الأتراك وصلوا هنا ومعهم خريطة مذكور فيها جبل يفوز بنفس الاسم قلعة يفوز. الآن تعرض للانهيار بسبب عدم الوعي في المجتمع الموجود في القلعة، وعدم وجود الاهتمام من قبل الدولة والمختصين، وعدم أيضا وجود الاهتمام من السياح والزائرين بهذه القلعة التاريخية المهمة التي تطل على تهامة وعلى مديرية القعيدنة، وتقابل أيضا مديرية الشاهل أو مركز جبل الشاهل، وعن اليمين جبل القفل، ولكن هي القلعة الأولى التي تطل على ساحل البحر الأحمر. نناشد الجهات المعنية في وزارة السياحة الاهتمام بهذا المعلم التاريخي والقلعة التاريخية الحصينة. الكثيرون من المعنيين والمهتمين بشؤون التاريخ والتراث يوجهون رسالتهم للمعنيين بالالتفات إلى هذا الحصن وإنقاذه من الانهيار الذي يتعرض له. في تهامة حلت المعدات الزراعية الحديثة محل الطرق التقليدية لدى معظم سكان الأرياف، وفي الوقت الذي اختصرت فيه الوقت والجهد سببت من جهة أخرى في انتشار البطالة لدى كثير من الناس. في هذا التقرير نستعرض هذه المعدات الزراعية الحديثة الأثر وكذلك النتائج. المعدات الزراعية الحديثة أضحى الاعتماد عليها في معظم مزارع اليمن أكثر من ذي قبل، وتنتشر مع مرور الوقت بشكل أكبر، والحال هنا لا يختلف كثيرا في تهامة، حيث يحتل الجرار الزراعي في الوقت الحاضر أو ما يعرف بالحراثة المرتبة الأولى في قائمة المعدات لدى المزارعين، وذلك لأهميتها والدور الذي تقوم به في
في خدمة الأرض وتسيير مهام الزراعة المتنوعة ابتداء من حراسة الأرض وانتهاء بذري البذور، وهكذا حتى بلوغ المحاصيل فترة الإثمار والحصاد أيضا من خلالها، وهو ما يعكس التوفير في الوقت والجهد وبنسبة تتجاوز 90% من آلية العمل السابقة قبل البدء في الاعتماد عليها. الزمان الأول كان يزرعون زراعة على الثيرة مع الوعد مع الأمعادين يجسبها يوم 3 أيام، بس الحراثات جابن إنتاج كثير جيبها ساعة ونص كده تبقى دمودا نهائيا ترم زايب كاملة. سهلت على الناس؟ سهلت على الناس في كل شيء. وثانيا كان أول يبرحن الثيرة الوقت كده يبرح من الصباح حتى الليل ولا تبرح على الثور، لكن اليوم ما جاء المعدات الحديثة سهل له بكل شيء في الماء وكل شيء. الآن يشغل المطر ويسقم كيفه هو مرتاح في البرود في أي مكان هو بارد، لكن أيام الثيرة كان طول اليوم في الحرق شغال يسقم الثيرة طول اليوم. وفرت الآلات الزراعية الوقت والجهد المبذول في الزراعة، وأمكن زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات البشرية المتزايدة من المحاصيل الغذائية والتجارية، بالإضافة إلى زيادة رفاهية العامل الزراعي ورفع مستواه المعيشي. والحال ينطبق أيضا على مضخات المياه التي تعمل بالديزل، والتي بدورها ساهمت في تسهيل مهام المزارعين وبكفاءة أعلى كبديل لتلك الطرق التقليدية القديمة التي كانت تعتمد كحال الزراعة على الأثوار أو الأبقار أو حتى الإبل والحمير. وهنا يجدر الإشارة، أو كما يقال مصائب قوم عند قوم، بأنها كانت سببا في انتهاء عمل كثير من العمال أو ركود الحركة لديهم بسبب الاستغناء عن خدماتهم ذات الطرق التقليدية القديمة، الأمر الذي أجبر الكثيرين إلى ترك مجال الزراعة مكرهين أو البقاء عاطلين في منازلهم. تسببت شحة المياه وقلة الأمطار منذ عامين في معاناة سكان الأصابع بالحجرية بتعز، ونضبت الآبار الجوفية وتسببت في معاناة الناس. يخوض أهالي عزة الأصابع بمحافظة تعز معركة حقيقية في البحث عن المياه نتيجة شحة الأمطار في الآونة الأخيرة، ما تسبب في جفاف شبه تام لمعظم الآبار ومصادر المياه. رغم ما تمتلكه هذه المنطقة من آبار صحية وجسور مائية قديمة منذ مئات السنين، كانت تضخ المياه للمنطقة منها جسر الوين وبئر حمنة وغيرها، لكن جميعها جفت، الأمر الذي سبب معاناة شديدة للأهالي خاصة النساء أو الأطفال نتيجة جلب المياه من مناطق بعيدة. نحن ما فيش معانا ما هنا بالقرية هذه، يعني ولا مطر ما فيش ولا في شمس، يعني ما في شمس ما نحص، يعني ما نطلعش ما يطلعش ما عاد، يعني ما يطلعش عاد ما. نحن نمشي ربع ساعة يعني من بيوتنا، نحن نحصل 4 دبات ما نروح ما يكفيش. قرى كثيرة جدا، أكثر من 15 إلى 16 إلى 17 قرية موجودة وعدد سكان كبير جدا. معانا أيضا للنساء، النساء يعني يتجهن ليجيب ما من مسافة بعيدة جدا. ونحن بصفتنا كنازحين في البيت، مننا 4 عوائل 5 عوائل، نأخذ مشوار من البيت لين عند المشروع، ومع ذلك نعبي زفة ولا زفتين. اللي معانا أطفال داخلة البيت، معانا حريم، معانا الزفة الزفتين، ما تخارج نحنش داخلة البيت. نحن الناشد كل فاعلين الخير، والناس التجار والمسؤولين يعملوا لنا مشروع ثاني بحيث أنه تقل الزحمة في هذا المكان. 3 آبار ارتوازية في ذات العزلة كانت تغذي عددا من القرى المتناثرة والمتباعدة في عزلة الأصابع، لكنها هي الأخرى جفت ولم يتبقى للأهالي منها غير بئر وحيد تسعفهم وتسد رمق عطشهم. هي ملك لفاعل خير، ولولا هذه البئر المتبقية لاضطر السكان إلى النزوح كما يقولون. في جفاف تام، بالأبيار الارتوازية اللي حولنا والأبيار الأبيار اليدوية القديمة انتهت تماما، يعني نعاني من الجفاف الآن ونسأب من مسافة بعيدة. استلمت هذا البير مدة 7 أشهر، قبل 7 أشهر استلمت ماكينة مفكفك للأرض تمام، فقالوا إنه الماكينة أول حاجة خارب، فوضبتي
شغلتي وهذا وقينا نشغله حصلنا عراقل انه الغطاس خارب وطلعنا الغطاس وعملنا له صيانه ونزلنا وقلت 6 ساعات وفصل وعملنا ثانيه وقلت ساعه وفصل تلاحظنا انه الماء مش متواجد في البير بالمنطقه هنا الاستعلامي مياه ما في الا واحد فاعل بخير اللي يعمل هذا البير ويعطي الناس البقيه يعني ما في ولا حاجه كله جميع هذا من حوالي الصنيعه لا الوين لا المدامي لا المعانب لا القحفه العبار الصيرات المشاريع كلهم هذا اللي محتاج الى مي كان عندنا مشاريع من اول سابقه فتعثرت الان ما في بوش مياه باقي هذا البير فعل واحد فعل خير يعني جبت الناس يعني بدون اي مقابل هذه احد الابار اللي هي الان يعني تعرقلت قفت معها ايضا معنا بير هنا قريبه ايضا بنفس الطريقه والبير الثالثه اللي هي مشروع العمير اذا نحن في حاله الى بير اسعافيه مباشره بير اسعافيه نرجو من رجال الخير والمنظمات الجمعيات التعاون يعني والنظر بعين الرأفة لأبناء هؤلاء المنطقة اللي يتكون عددهم من أكثر من 5000 إلى 6000 نسمة جفاف الآبار ومصادرها وصعوبة جلب المياه مشكلة أرهقت كاهل أهالي عزة الأصابح ليبقى أملهم بالجهات المعنية وفاعل الخير والمنظمات الإنسانية بأن تساهم في وضع حلول جذرية للحد من معاناتهم نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود ألقت الرداي سلعة تباع بالغالي وتصدر لدول أخرى البيوت المحمية لحماية المزروعات في إب أهلا بكم تشتهر رداع بالبيضاء بزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية ومنها القات حيث يعد القات الرداعي واحدا من أفضل الأنواع وأغلاها سعرا أجود أنواع القات أقل سعر لها 6000 ريال سعر الحبة 12000 10000 يعني بتاع النهاية 4000 ريال هذا الحبة الواحدة تشتهر مدينة رداع بمحافظة البيضاء بزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية ومنها شجرة القات حيث يعد القات الرداعي واحدا من أفضل الأنواع حسب تصنيفات اليمنيين لجودة القات هذا القات القبي يجي منه عدة أنواع منه قات روس ومنه شواجب ومنه نقفة ومنه عوارض وهو قات أطعم قات في محافظة البيضاء اللي هو القات القبي وأحسن قات تزرع شجرة القات بنسبة 95% من الأراضي الزراعية بمنطقة رداع وتغطي هذه الوديان معظم الأسواق اليمنية كما يتم تصديرها إلى بعض الدول المجاورة عن طريق التهريب القات القيفي من أجود أنواع القات الذي هو موجود في اليمن وخاصة القات القيفي وهو يغطي معظم أنحاء الجمهورية حضرموت عدن أبيان صنعاء الحديدة تعز ويغطي القات القيفي بالذات معظم دول الخليج عن طريق التهريب ويدخل لهم إلى داخل السعودية وإلى داخل سلطات عمان وهو من أجود أنواع القات المفضلة في جميع الأماكن تم تصديره إلى جميع محافظات الجمهورية ومنه ما يروح إلى الحدود اليمنية مثل المكلا وحضرموت وعمان والسعودية ومنه ما يتم طحنه تيبيسه وتصديره على أنه حنة أو سمر يصنف متعاطي القات الذين يعرفون بالموالعة أن القات الرداعي من أجود أنواع القات في المناطق اليمنية مما أدى إلى زيادة الطلب عليه وهذا السبب الرئيسي الذي جعل أسعاره ترتفع
وبشكل كبير. لدينا زبائن يعرفون سعر الغاز الغالي والغاز الرخيص. في زبائن يدفعون من 20، في زبائن يدفعون من 15، في زبائن يدفعون من 30. كل واحد حسب ورعته. قالي صح لأن طلبه زيادة في السوق ومشهور. إن الغاز سلعة كغيره من السلع الأخرى، فهو يتأثر بقانون العرض والطلب. فعند تفضيل المواطنين لهذا النوع من الغاز يزداد الطلب عن هذا النوع من الغاز، وبالتالي فهو يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الرداعي بشكل عام. لا يقتصر الأمر على تسويق الغاز الرداعي إلى الأسواق اليمنية فقط، بل يمتد ذلك إلى تصديره إلى بعض الدول المجاورة بصورته الطبيعية، وإلى بعض الدول الأوروبية بعد تجفيفه وطحنه. تشهد محافظة إب توسعا كبيرا فيما يسمى بالبيوت المحمية التي تبنى على هيئة هناجر من البلاستيك لتغطية المزروعات من أجل إنتاج الكثير من الخضروات ذات الجودة العالية والخالية من الأمراض. هذا التقرير يرصد المزيد من الضوء. البيوت المحمية نمط زراعي اتجه المزارعون لاستخدامه مؤخرا في بعض المناطق الزراعية في اليمن ومنها محافظة إب. لما لهذا النمط من ميزات عديدة تعود بالنفع على المزارع والمستهلك بشكل عام. أنشأنا البيوت المحمية على أساس التقليل من كمية المبيدات وكذلك من كمية المياه، لأن المزارعين بيستخدموا الري بالغمر وكذلك يستخدموا المبيدات عشوائية. أنا ركبت الآن حوالي 18 بيت محمي، وهذا البيوت المحمية بدأنا الآن ننتج فيها الخضار، الخيار بأصنافه وكذلك الطماطم بأصنافه، وإن شاء الله في المرحلة القادمة بنوزع الأخوة المزارعين. هذه هي الطريقة الصحيحة العلمية التي يجب اتباعها، هو أن يتم عملية اللي هو تقريب للصنف في المنطقة التي يراد زراعة الصنف هذا فيها، معرفة إمكانية إذا كان ما هي متطلبات هذا النوع من النباتات، وبالتالي تستطيع نشر هذا إذا كانت طبعا طلعت النتائج ممتازة، نشر هذا النوع في جميع اللي هو المحافظة. هذا هو الطريقة العلمية الصحيحة التي دائما تتبع في جميع دول العالم. تجارب كثيرة توزعت في مركز المحافظة وبعض المديريات وبشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدراسة وزراعة أصناف محسنة من البذور في البيوت المحمية، منها على سبيل المثال بذور الطماطم والخيار. كللت هذه التجارب بالنجاح وكانت المنتجات ذات جودة عالية. لزراعة محاصيل الخضار يجب الحصول على بذور اختيار الصنف ومن مصدر موثوق. مكتب الزراعة والري يدشن يومنا هذا يوما حقليا بالشراكة مع القطاع الخاص. قدمنا إلى مشتى الإب وإلى مكتب الزراعة والإب للبيوت المحمية لتقريب بعض المحاصيل الذي تزرع مثل الخيار، بهدف الأساسي هو عملية ربط أو إيجاد علاقة شراكة ما بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومي من حيث التعاون لتوفير البذور المحسنة والجيدة للمزارعين. حضورنا هذا اليوم ليس للترويج وإنما لتحقيق وتهيئة التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لخدمة المزارع وحماية المستهلك وحماية المزارع، وأيضا وصول السلعة الجيدة المناسبة بالسعر المناسب وبأقل التكلفة إلى المستهلك وتحقيق أيضا الدخل المناسب للمزارع. ميزات كثيرة لهذه الأصناف من الخضروات التي تزرع داخل البيوت المحمية زادت من إقبال الناس على شرائها رغم سعرها المرتفع، وإقبال المزارعين على استخدام هذه البيوت المحمية والبذور المحسنة التي خضعت للتجارب مسبقا لزيادة إنتاجيتهم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار هذه الأصناف إذا ما اتجه المزارعون لاستخدام البيوت المحمية بشكل أكبر. إقبال الناس شديد جدا على محصول الخيار، أسعاره مناسبة جدا لجميع المستهلكين. جينا نشارك بهذا الحفل من أجل معرفة أصناف جديدة ومعرفة الزراعة الحديثة عبر المشاتل وعبر الأصناف الحديثة التي تتحمل الأمراض. كنت بيت زراعة الطماط في مديرية السياني في بيت محمين كتجربة أولى في البيت المحمية، وكانت مناسبة معي في تعاملي في البيت المحمي.
الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتفعيل مراكز الدراسات والبحوث الزراعية بشكل أكبر والعمل على تشجيع ودعم المزارعين للاتجاه نحو استخدام الطرق الحديثة للزراعة، عوامل من شأنها أن تزيد وتحسن من المنتجات الزراعية وتوفرها في الأسواق بسعر منخفض، بما يحقق الأمن الغذائي لمحافظة إب ويسهم بشكل عام في دعم القطاع الزراعي في اليمن باعتباره أحد الروافد الاقتصادية المهمة. ندعو المزارعين وندعو الجهات المختصة والحكومية كانت أو أهلية بأن تساعد أو تمد يدها إلى المزارعين بحيث أنه ننتقل من إلى تقنية الزراعة الحديثة بالري بالتقطير والبيوت المحمية، سواء البيوت البلاستيكية أو البيوت الأنفاق، لأنه أثبت أكثر نجاح سواء القرعيات أو الطماط، سواء القرعيات من خيار وشمام حبحب، كل أصناف ناجحة. لبرنامج صدى الأسبوع حنان طه العواضي، محافظة إب. في تعز أصيب طفل بشظية قذيفة، يواصل التعليم ويعمل على بيع البيض في المساء لتوفير الغذاء له ولأسرته المعدمة. أيمن طفل وقفت الحرب في وجهه وزرعت المعاناة في جسده بشظية أصابت قدمه اليسرى وجعلته يعيش آلام الإعاقة والحرمان، ووقفت حياته التعليمية لعدة أشهر عاشها متنقلا بين المنزل والمشفى، لنجده اليوم بروح تحمل ابتسامة أزاحت المعاناة ورسمت طريق الكفاح من أجل حياته الكريمة. عندما وقعت القذيفة في ذلك الحين شاهدت الموت، يعني من شدة الهول حق القذيفة والشظايا، والقبل كان كذلك ينزل إيش ينزل حجار فوقنا. قمت أشيل الوليد فأرجع الأرض فأشوف رجله قديمة مكسورة، لذلك الغير يعني أتت نفسي الله وخرجت وصيح وسحبت للمستشفى العسكري، يعني حصلنا ناس قدام البيت شحبت للموتور وسحبت للمستشفى العسكري. بالمستشفى العسكري طبعا عملوا له إسعافات أولية يعني لم يكن فيه إمكانية هناك. أيمن رغم ما يحمل من آلام في جسده إلا أنه لا زال يكافح من أجل أحلامه الصغيرة التي تحمل مستقبل وطنه المدفون تحت ركام الحرب، ويصارع إعاقته بوقوفه في وجه الجهل والضياع بإكمال تعليمه وبعمل يعود عليه وعلى أسرته بدخل يقيهم الفقر. أيمن يعني عنده طموح كبير جدا أشوفه، لذلك يعني هو يطلع يشتغل بالقاهرة عشان إيش؟ عشان يعني يحس بقوته الذاتي، يعني يتأخر لذاته لنفسه مش لأي غرض ثاني، ومن ناحية ثانية عشان مسموح عشان يخلوا ينفو يعني من نفسه يعني ينسي ما حدث له، لذلك يعني خلينا يعني يمشي يعني يشتغل يعمل أي حاجة. لم تتمكن الإعاقة من الوقوف في وجه حياته اليومية، فتلك العزيمة المدفونة في جوفه مكنته من الحصول على أفضل العلامات في مدرسته وأنسته آلام جسده. أيمن محمد عبد الله طالب مجتهد ومثابر من بداية العام الدراسي إلى نهايته، رغم إعاقته الآن إلا أنه ثابر، إلا أنه اجتهد ومعه شهادة تقديرية ومعه أحلى العلامات من بعد الإصابة حقه أحسن من قبل الإصابة، فهذه فالشهادة التقديرية والمثابرة حقه جعلت الجميع كلهم ينظرون إلى هذا الطالب والكل بيثابر مثل هذا الطالب، لأنه ثاب لأنه اجتهد من أول السنة واجتهد بآخر السنة رغم إعاقته وإصابته في هذه الحادثة. أحتاج إلى اسمه إلى السفر إلى الخارج ليتم بقية العلاج حتى يعود لما كان عليه طبيعي في الوقت السابق، حتى يستطيع أن يلعب فيما يلعب الأطفال ويتحرك ويتمشي. كاد أن يفقد قدمه بعد أن قرر الأطباء بترها، لكن تحدي الصعاب مكنه من الوقوف مجددا لتبقى بعض الآلام التي لا تزال تحتاج إلى السفر للخارج لتعود حياته الطبيعية كما كانت. علي سالم خميس رجل أعياه المرض ويعاني من الإصابة بسرطان المثانة ويحتاج المساعدة للسفر. علي سالم خميس الرجل الستيني القادم من صعدة هو وابنته فقط، لم ترحم الأمراض ضعفه ولا سنه، يعاني من أمراض عدة اجتمعت عليه
بدءا بالسكر والربو وانتهاء بسرطان المثانة الذي مر بمراحل عدة وخضع لعمليات عدة لاستئصال الورم منها دون فائدة، ليعود الورم بعد مدة وجيزة. بدأت أبول الدم ومن هذا وحرقة واستد علي البول وخرج تكاتل الدم بين البول، ما بيش إلا دم خاص. فعلوا لي عملية جلست سنة مع العلاج وفشلت، وديت الثانية وجلست سنة مع العلاج وفشلت، وديت الثالثة وديت الثالثة عملية وجلست سنة وحولوني على الكيماوي. بعدين فعلتها مقطعية وقرروا لي عملية، يعني الحالبين دعامات في الحالبين، عندي الحالب مسدود اليمين، الكلية ضعيفة. أبي الحمد لله رب العالمين له 4 سنين مدخل فيه الخامسة هذا السنة، 5 سنة ويعاني من هذا المرض. عنده مرض سرطان في المثانة، وعنده مرض سكر، وعنده ربو في الصدر، ونحن محتاجين لعلاجات، محتاجين لعملية للحالبين. حولونا الخارج وإحنا ما استطعنا نخرج ندخل الخارج. احنا فعلنا له عمليات، انا قد فعلنا له 3 عمليات، دفعنا ما فوقنا وما عندنا. عمليات متكررة أجريت للوالد علي خميس الذي أعياه المرض ولا يستطيع حتى النوم في مكان مغلق بسبب نوبات الربو، وكذا الآلام في الورم الذي يعانيه في المثانة. تقرر له أخيراً من قبل الأطباء المختصين استئصال المثانة واستبدالها بأخرى صناعية في مركز متخصص خارج اليمن، لكن الإمكانيات محدودة ولا يمكنهم حتى دفع مواصلاتهم. معي هذا البنت ترافقني يعني طول السنة، الله يجزاها خير ويجزاكم الجميع. ما من الله، أسأل الله أن يعب العافية إن شاء الله، ونطلب أهل الخير يعني المساعدة كل ما في وسعهم، يعني جزاهم الله خير يساعدونا، ومن فعل الخير يعني حسنة عند الله ما تضيع. بعنا ما عندنا ذهب وبيوت، وإحنا محتاجين لا فلوس، محتاجين ندخل أبي الخارج إن شاء الله وهو بخير، ويخرج وهو بخير إن شاء الله، وعلينا ديون خيرات مصدرنا ندفع الديون حق الذي قد عليه فوقنا، وذا في ناس فيهم خير إن شاء الله يدوا لنا. الله كريم إن شاء الله يتعافى بإذن الله، احنا راكنين على الله وعلى أهل الخير يدوا لنا مساعدة. أملهم بالله كبير، وفي أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون والمساعدة لهم، فلا أغلى من الوالدين ولا أعز منهم. وابنته تبكيه بحرقة وتسهر ليل نهار للاعتناء بصحته، فهل من يعينهم على تفريج كربهم؟ نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. شذا خالد موهبة متميزة في الرسم. أهلا بكم. الرسامة شذا خالد موهبة متميزة حصلت على العديد من الجوائز في الرسم، ترسم بكل شيء، الزيتي والماء والفحم والرصاص والقهوة وغير ذلك. هذا التقرير يرصد هذه الموهبة الفذة. حين تصبح الألوان لغة تحول الأصابع إلى فراشة تخلق لوحة معبرة تحكي عن قصة ترويها أنامل فنانة في شذاه الذي يعبق بالجمال. شذا خالد، فن ينطق وروح لا تهزمها انتفاضة نقد. أمارس الرسم كهواية يعني، وأتمنى أنه أوصل
فني للجميع ويعرفوا أسلوبي الرسم ويقتدوا فيه، بيكون عندي بصمة خاصة وبنفس الوقت أمثل اليمن إن شاء الله. الفنانة التشكيلية شذا خالد، ذو الموهبة التي لا تنتقد لوحاتها إلا لروعتها، حصلت على العديد من الجوائز والمركز الأول في عدة مسابقات لتحاول تكرار التحديات دائما بتجربة أكثر لأي جديد. الرسم هو أكثر شيء يحتاج لخيال واسع وحب واطلاع، وحاليا خصوصا بعد ما تخرجت من الجامعة أحس إنه مسؤوليتي صارت أكبر، حبي إنه الناس من حولي يعرفوا بالفن بشكل أكثر خلاني أطلع أكثر على الجانب الفني. ممكن بفترة الدراسة ما كنت أعرف حاجات كثيرة بالفن، كان إطلاعي محدود خصوصا بمواضيع الدراسة، يعني تخليك منحصرة. بعد التخرج خلاص تخليك توسعي أكثر، تقرأي أكثر، تفهمي حاجات كثيرة بالجوانب الفنية ما كنتي مطلعة عليها من قبل. شذا التي تشرح لوحة واحدة لها تفاصيل حياة كاملة بكل ما تختزله من أسرار، عاشت دهرا وارتسمت تجاعيد الهرم والشيب في رسوماتها تفضح أغوار عمر طويل. أعمالي واقعية أكثر من تعبيرية، عشان كذا لأن أكثر شيء بورتري، والبورتري ما هي تعبيرية، لكن ميولي للرسم الكبار في السن بشكل عام هي تعبر عن حضارة، عن هموم، عن مشاكل، عن ظروف كثيرة يواجهها هذا الشخص. فممكن أعبر أني عن هذا الشيء اللي داخلي بأعمالي، فأنا حصر دايما وأكرر بأعمالي رسم الكبار في السن. حاولت الآن، عندي عمل جديد إن شاء الله بحاول أعرضه بالأيام الجاية، هو عمل لي رسم فتاة وأول مرة أرسم بنت، بس بيكون بأسلوب غير أسلوب الخشن اللي أنا معتمدة عليه، بيكون بأسلوب ناعم وسلس. الفن الصاخب الذي ينطق به إحساس لوحاتها وتعجز الكلمات في نظم جمل باحترافيته، وحده الفن من يختزل داخل لوحة واحدة واقعية حياة توقع بفن واحتراف فتاة تدعى شذا خالد. تعد مهنة قطع الأحجار من الجبال وقصها ونقشها بطرق مختلفة من الأعمال المهمة التي يستخدم فيها البعض الأدوات البدائية القديمة، والبعض الآخر يستخدم الأدوات الحديثة. نتابع هذا التقرير للمزيد من التفاصيل. التنوع اللوني الذي حباه الخالق لجبال بلاد الشرفين في محافظة حجة انعكس إبداعا بشريا تتفاخر به منازل الأهالي هناك، فكثير من المواطنين يقومون باستخراج أحجار البناء من الجبال الواقعة في منطقتهم إما بطرق بدائية أو وسائل حديثة. وتشتهر جبال الشرفين بوجود ألوان مختلفة تنتج أحجارا أبرز ألوانها الأبيض والبلق والعميش والخضر والحجر الأسود الذي يستخدمه الأهالي عادة في بناء خزانات المياه لكونه غير قابل لامتصاصها. نقطع احنا حجر وبعدين نقوم بتوقيصه، بعدين ثم البناء، نبني المنازل حقنا من الحجار البلدي. يوجد في بلادنا حجر عميش، بلق، حجر خضري، جميع الحجار موجودة في المنطقة، ما عاد يحتاجش على ان احنا نسرح المنطقة ثانية ونجيب منها حجار. الحجار الحمد لله موجودة في بلادنا من جميع الأنواع. أنا عمر هذا الحجار في بلادنا حجار ما بوش موجود منه، عميش وبلق وخضري وجميع الأشياء صلى الله على رسول الله، وكل هالجبال حقنا ما بوش زيها. يتنافس أهالي بلاد الشرفين أثناء تشييد منازلهم بإضفاء أكبر قدر من الجمال عليها، وذلك من خلال نحتها على أشكال فنية وهندسية عدة تأخذ هيئة الطير الجمهوري أو النجوم أو محاكاة لأشكال في الطبيعة. كما أن عملية استخراج الصخور من الجبال ساهمت بتوفير فرص عمل للكثير من أبناء المنطقة الذين يعملون بتقطيعها لأحجار أو نحتها أو نقشها وكذلك بنائها، بالإضافة إلى المتاجرة بها وبيعها للمناطق الأخرى. في نقشات يعني مثلاً نقلدها مثل أي رسمات حق الأعلام أو طير جمهوري أو
يعني وفيه نقشات نبتكرها من الرسول. أولا نقوم بقطع الأحجار، وتوجد في بلادنا عدة أحجار متنوعة، منها الحجر البلق ومنها الحجر الأصفر ومنها الحجر الأبيض، ونقوم بنحتها وبنائها من الأساس، ثم كل واحد يعني على حسب رغبته أو يشكل بيته كيف ما يشتي، من خلال النقشات، من خلال البلكونات، من خلال العمدان، يعني على حسب الرغبة. الاختلاف الجمالي لمنازل أهالي الشرفين والتفنن في عمارتها متوارث منذ سنين طويلة، ويلائم طبيعة المكان واختلافات المناخ، ووسيلة للحفاظ على فن المعمار اليمني الأصيل وتاريخه القديم. يعزف كثير من الشباب عن القات ويتوجهون لممارسة الرياضة في مشهد يعكس إحدى إيجابيات هذه الظروف وسط ارتياح كبير يسوده هذه الفئة من الشباب. على خلفية الأوضاع التي تعيشها اليمن وانعدام القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين، برزت في ريف تهامة بعض الصور الإيجابية، وتحديدا لدى شريحة الشباب الذين أقلعوا عن تناول القات وتوجهوا إلى البديل المناسب والمتمثل في ممارسة الرياضة ولعب كرة القدم. ضمن هؤلاء الشباب من عزف عن تناول القات منذ أشهر، ومنهم منذ سنوات، وآخرون لا يعرفون طعمه إطلاقا، ابتعدوا عنه بقناعة محضة ولأسباب عديدة، أبرزها إهداره للصحة والمال والوقت حد تعبيرهم، ويجدون في الرياضة هوايتهم وضالتهم. كانوا يتوجهون إلى التخزين وإلى سماع البرامج والتلفزيونات، ولكن أصبحوا الرياضة أفضل عندهم، أفضل من التخزين ومن التلفزيونات من أفلام. طيب ما السبب اللي خلاهم يبطلوا يخزنوا؟ من الاقتصاد، من الدخل، الفلوس ما بيش، وأيضا ضياع الوقت. ضياع الوقت نعم، ولكن الرياضة أفضل. رب ضارة نافعة، هذا هو لسان من قابلناهم أثناء قيامهم بلعب كرة القدم في الكثير من القرى الريفية. تركوا مجالس القات ليستفيدوا من أوقاتهم وبمتعة تبدو جلية كما يظهر على من يشاهدهم. الآن مع مجموعة من الأخبار القصيرة. توفي أخصائي الأطفال الدكتور محمد عبد الواحد عبد المغني 60 عاما، وهو أحد الأطباء العاملين في مركز علاج الإسهال والكوليرا في مستشفى 70 بصنعاء جراء إصابته بوباء الكوليرا. وجهت القنصلية اليمنية في مومباي بلاغا هاما لكل اليمنيين القادمين إلى الهند، طالبتهم فيه بالالتزام بعدة تعليمات نتيجة كثرة حالات النصب والاحتيال التي يقع فيها اليمنيون خاصة من المرضى والزائرين. قالت مصادر محلية أن طفلة توفيت إثر حادث غرق في سد مارب، حيث غرقت الطفلة أنهار بندر من محافظة المحوت الأسبوع الماضي في سد مارب، فيما تم إنقاذ 2 من أخواتها بعد خروج كامل الأسرة لتنزه في السد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.